شو تقول برئيس الجمعية رمضان الفريج؟ أقول به ما في منه، بكل رئيس جمعية محافظة الرقة أول وحدة يفهم بالقانون، بعدين زلمة معروف على مستوى يعني صاحي وبحثي ونظامي، وفعلا رجال، رجل أمين وصادق. يا رجال عندنا بعضهم يستلمون الشيخ ما يتحاشي، يدحمك يدفعك. يا الله وكيلك، يعني أنا ما أعرفه حيل حيل، بس منه النور بوجهه من يعدي بالطريق. ما شاء الله. إي والله شغلة يا أخي. أحد هذه الأشياء أننا كلنا عليها، حرام اللي يسعى عليها. حرام ما بيني وبينه المصرف، لا خليك خضروش يفتي بي. يعني هذا لما تريد تقول طيب أنت. ما في منه أبداً، بالغالبية هين منطقة البنيخ ما بيني. ايش عرفك به؟ منو وصف لك اياه بهالوصف؟ انا اعرفه من شكله واخباره تجيني طبعا، لازم تجيني اخباره، هي تمشي بين الارض. صحيح. اخباره هي تمشي يا اخوي، الطيب هو علومه، هي علوم البل تضحي، ما سمعت فيها. نعم. هو هزلم الشهاده لله كريم. كل شغله بيه زينه، كريم طيب صاحي يفهم نظامي، مستلم الجمعيه، قائدها مضبوط يعني. صح ولا لا؟ بلى. ها؟ شلون يستلمها غيره؟ بتلعب بيها طابه.